يا حد الليل الليل يا ضه يرد ويسمي يا بياضة ريح ليك ليد يا خوي أحلام بالعين تحت البلاد مرطفها بتشبع منها صحيحة ما يعرفها كان اللي عاش ما حروف ورجع عيون ورجبها من بعد ايام سنين ايه ما تسنيش كسوي الاخير شي حتى عساس ليه ايه شي جملة ما خطفتش يا خير ما خطفتش هذاك مصحة الراس نتاعك ما تسمعش كلام عمره مطلب نتاع شغل يتكتب كيك وانت دخلت عليها طول بالتوشليح سيدي دم عزكم دم فضلكم ارجوكم اتوسلوا اليكم يهديكم هذوما اللي ظهروا كان كلمات هذوما ايه من وش يحطوا فيه شوي بكالي وش يحطوا فيه الراح الراح تنوريك كيفاش تكتب مطلب نتاع شغل فزت كاع عذبتني في جرتك شوف اللي عبيت عليه بالمطالب في الفارخ هكاك شد اكتب ناية ناية وعوذ بالله من كلمة ناية نكتبها هذي؟ هاي يكتبها مواطن بسيط في حالة يرثى لها وعوذ بالله من كلمة هذي بسيط في حالة يرثى لها يرثى لها من الناحية يا خالي من جميع النواحي نكتبها؟ اكتب هاي هذي حطها بالأحمر ما عندناش لبس أحمر باهي ما نكتبها مرتين ولا هما ثلاثة ولا حتى أربع مرات ارجع شوية على يمين زيد شوية زيد يا اليمين يا ولد نكتوا عليك ارجع شوية ارجع شوية ارجع انت عم تشيخ تنجي دور شوية على اليمين دور زيد دور زيد شوية شوية زيد دور زيد دور زيد هو قيل عمك عمر يدور في اللانتين بتاعو غاديكين يسار دور دور واش عندهم يشوف غاديكين دي منظمات ارجع شوية ارجع شويه وبس شيخ يا عمر ما تنجمش تبدل لانتين وترتحنا وانت فوق صفعه لاباس باه يا هبال خلي كيك التصويره غابت خلاص صفعه هاي ارتحنا منه هاي كمل المطلب يا ولد اختي وين وصلنا نحن ارجع شويه وبس كيك يس وراني السلام هاي عودتها مره اخرى اسمع مهراس اسمع مو اسمع جمعة كامل ومهراس يخبط الراس نتاعي تفلك هاي حبست تروح برا فيزا نكمل فيزا وراني استنى هاي رجعة عليه شك عليه شك هبت الناس نقصي من المهراس راهو الراس نتاعي تفولغ ما نجمش نركز راني نمد عليه ولد اختي في مطلب نتاع خدمة مطلب نتاع مستقبل شيك برا مشي ليه هز لها كعبة الهريس هاي خليها تقيمنا في هالقيلة باهي يا خالي وراني ايه ولا تجوق عاد مرة واحدة عاد وتمزيت اتاي قلبي يا ولدي يا قلبي كاسمع ساك الماكينة بتاعك الروس بتاعك انتظمت هيك باقي تعاون نسيت وش قلت لي يا خالي حتى هنا على شكون معمل هات هنا مازال كاتبة هاي برا نكملوا المرش عزتنا للوهيبة مرحبا بيك الله يسلمك السيدي يعيشك
زينة كاش عندك حاجك شوية فحم؟ إيه العم لا ما تلقي عندي ناكا مبيضة لا يعطيك الصحة يعيشك يا سيدي شهي نعمة شوية ولا بحر غنوة هي ما فيها بأس ما يصيرش يعطيك الصحة الله جاي من كوش صح امشي جيب الفحم اسمع لالا انت اللي قاعدة توكي بالمهريس خاطر الراس نتاعي تفور خرا اطفالي سامحني على... لا ذاك فطور لا راجع غادي راجع فن قاعد مد عليه في مطلب تاع خدمة تشوشنا راك انت تدقي والبلاص يعمل هكاك ما نجمتش نركز زعما زي ما تعرف وقت عولة توا ما يصيرش جبت كيلو كل باهي ما يصيرش تو ندبروا روسنا هاي لالا تفضل يعيشك بارك الله فيك ان شاء الله بالشفاء الله يشفيك يعيشك ونقصي ما تنكي انا ان شاء الله يستر حالك باذن الله يتكملوا المطلب دختي جوج مون برا نكملوا هالمطلب المحنون ونايا وعودوا بالله من كلمة ذي ناية ايه مانا كتبناها خالي ايه حق كتبناها والله حتى استنى استنى ودختي ماضي ثلاثة تو وقيد جارتنا الفوقانية ماك تعرف عني كل نهار خميس تبدل الدار الكل مرة بيت الصالة في بيت النوم هاي بيت النوم في بيت القعيد هاي بيت القعيد في بيت الفطور هاي بيت الفطور في بيت الذري تسمع في المناك تسمع المناك يتعب في بيت النوم لا طول اسمع بيت الفطور اسمع بيت الفطور كيما كان البيت الصالة اسمع كل شيء هنا كي رحلة حبيبي باش يهدوها علينا خذوا بابا كريم والجمعة رجال يجري في الماعون وتبش هاي قصد برا فيسا فيسا نكمل لا يزيد دون حسوخ راي هيك ونايا راني طالب خدمة اللي يجي تي 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 واحد 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 بابا يحس بتاع ميكروات تي 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 واحد 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 اثنين ثلاثة مرجانا عايشنا يا مرجانا عادوا شبيه جيرين كسروا لينا روسنا برا في صعب عليهم ولهم ينقص محس خلنكمل نمل عليك المطلب باش تدبر خدمة ولهم بعثني خالي أعوذ بالله من كلمة بعثني خالي بالله ياك يا مرجانا عيش في الدنيا ديوانا يا مريجنا يا مرجانا عيش يا مرجانا عندك ما؟ ليه بابا عندي دور من دور الله يصلي على النبي يا بابا زوز اشرب علينا حاجة زغريب بس هيا بابا ايه كاكا تفضل يا جاري يا مروان هاد الزهر والدخول يا ربي تفضل هو حتى لو قلت لعمل له دور ما سالش تسمع زيت توعيته الهومة تهزت وتنفضل خلاص تهزت وتنفضل عايشوا يا جاري عايشوا يا بيه مروان نفتهر اي عايش
شوف فيه اي والخوف هذاك صلى في العرس اذا مرناه للباهر عاد يا جاني يهب جنب عاد اييه يهب جنب بلاخر مش يوقف اي يا جاني بول مفهومية يهب عاد مكتوبك وقل لي اي هاي 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 جاني السرق ماشي كله بير اي خوي اي يا جاني هاي من هنا الكل دي هكا جاري هاي هاي كل من هنا من الخارج هاي 10 دينارات هذي أكا هاو ولدي بل ولدي مين هاي جاري بيه هاي أخوي هاي يا تواتش زدت خسرتني في 10 ليرات ونايا 5000 كسيفة خالي وتضحك هاي انا وصلنا هاي بلايص هنا رايضة لي حس ولا جوج مولا مهريس تقربع ولا موزيك تسمع هناك الزقزقة العصافيري هاي يقعد نكملوا المطلب هاي يعيش والدخت راح يتسايت روحك هاي اجب وين وصلنا نحن للاخر الاخر استر ما لا ارجع لاستر الاخر اكتب طرح اقرا لي الساعة وش كتبنا باش ننجم نتبع الحديث نايا واعوذ بالله من كلمة نايا صحيح مواطن بسيط في حاله يرسلها صحيح واعوذ بالله من كلمه يرسلها واعوذ بالله من يرسلها مرتين كتبتها يرسلها ده وراني قعدت ماشي جاي عليكم في الفارق واعوذ بالله من كلمه ذي المشي والجاي في الفارق ورانا قعدنا نقعد عليكم تفضل اقعد اخي البنك بتاعينا وعدوا بالله ما كلمت هذه البنك بتاعينا كمل ابعت لجواب وطمني بالله يك ولو انه عتاب لا تحرمني ابعت لجواب ابعت لي جواب وطمن راح يكمل ورانا قعدنا وقيلة باش يدخل في غناء اخرى الو وي نسمع فيك انت تسمع فيا اخي لازم عليك بالعياط انت لا انا نسمع فيك شيء باقي ما تحبش تسمعني ايش بيني انا ديما نسمع فيك سامحني هات لعل يسمعني نا. يا سي ياسر عاد كثرت عليني راهو عندنا امور اعوذ بالله من كلمه اي مادام ما لناش نسمع في بعضنا ما نجموش نتفاهموا برا اقعد فيها وحدك يا سيدي لا 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 طب بلاصه ما فيهاش حس لا مستحيل ما حد يسمع له اي حب بلاصه نرتاح فيها وحدي ورانا كملنا كتاب التجوبه ضايا المطلب معناها في جو رايض منعش لا فيه لا حس ولا عياط ولا زياط ولا بنك لا واش لا بنك هذه يكتبها مرتين كتب هذه الرسالة معناتها المطلب والدخت الزاهي هذه الأمضاء والسلام يقطع طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماك يقطع طليقا كطيف النسيم أسمع الأنشود محليه وتجد بما شاء وحي الكلاس ويغفر
طريقا كبيرا.